قواربنا مهددة ومعيشتنا صعبة. صرخات صيادي الساحل الغربي من التهديدات الإيرانية التي تطاردهم وتلحق الضرر بمصدر رزقهم الوحيد. نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة الشرعية الممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي برفع الأيادي إيران من مياهنا الإقليمية ورفع أدرعها من هنا حتى يتسنى لصيادينا العمل ومزاولة عملهم يعني بحرية أكثر ورفع المخاطر عنهم. يطالب الصيادون المجتمع الدولي بحماية مياههم الإقليمية ويناشدون الشرعية توفير الأمان لهم. فالسفينة الإيرانية سافيز تهدد حياة الصيادين البسطاء حيث باشرت وفق تصريحاتهم بإطلاق الرصاص عليهم في اختراق واضح للمياه الإقليمية اليمنية. والآن عادنا جيت الآن من البحر، الآن وصل من البحر هارب من السفينة هذه حق الإيرانيين يضربوا إحنا ولا خلانا نضرب الله ولا نناشد الدولة ونناشد عبد المنصور هذه على اتخاذ قرار ضد هذه الباخرة. ما الذي تفعله السفينة الإيرانية بالقرب من المياه الإقليمية اليمنية؟ يتساءل صياد يمني هرب بحياته من نار إيران بعد أن فر سابقا من جحيم ميليشيا الحوثي التابعة لها. الباخرة الإيرانية كانت تقزى جنب المضي، يعني جنب المضي ترمي علينا رصاص، وحنا نبعد منها مسافة 10 كيلو وابعد، وتضرب علينا رصاص ومعدلات ما تخلي احنا نهرب طائرين، يعني يعتبر كأنهم غزاة، الإيرانيين غزاة. تتجول السفينة الإيرانية سافيز في البحر الأحمر متخفية تحت غطاء تجاري، لكن الصيادين يتهمونها بدعم ميليشيا الحوثي. ووفق البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد السمكي بمحافظة تعز، فإن تلك السفينة تحمل أجهزة اتصالات وتنصت وفيها غرفة عمليات عسكرية. كان وزير الثروة السمكية فهد كفاين قد اتهم قبل أيام سفنا إيرانية بمضايقة الصيادين في المياه اليمنية، وقال الوزير إن هذه السفن منعت ممارسة الصيد واختطفت بعض الصيادين. تواجد إيران بالقرب من المياه اليمنية وتهديدها العلني للملاحة الدولية يطرح استفهاما حول دور التحالف. ما الذي كان يفعله طوال السنوات الماضية لمواجهة المد الإيراني في اليمن؟ لكن التساؤل يبقى بدون إجابة. ما الذي يمكن فعله لإيقاف الاعتداء على السيادة اليمنية في البحر الأحمر؟